بسم الله الرحمن الرحيم. المرأة في الجاهلية كانت محتقرة. والله دي حاجة عظيمة جدا. لم تكرم المرأة على مدار تاريخها كما أكرمت في هذا الدين الحنيف الأول. إذا أصاب بوله الملابس فإنه ينضح بالماء فقط، يعني يرش عليه الماء. هذا في الغلام. أما بالنسبة للجارية للبنت، إذا وقع منها شيء من هذا إذا تبولت فإنه يجب غسله غسلا تاما كبول الكبير. النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. لو كان البول نجسا لبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء حلال. بول الصبي ليس في نجاسة، بول الصبية لا بد من إزالة النجاسة. بهذه لا يعجز أن أصناف ثلاثة من النساء لا يمكن أن يعيش معها رجل إلا والعصا على عاتقه. الزبير طبعا نفس القصة، معه زوجتان، يربط شعرهم في بعض وفين يوقعك ويضربهما ضربا شديدا. كون بحمل شيء كالسواك هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. قرآن متسق دقيق، منظومة عجيبة. شوف رب الدقة القرآنية. جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، لكن جاء اللفظ القرآني بالشهوات تحقيرا لها، رغم أن بعضها لا يحقر لكن حقرت من حيث الإجمال. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الملك، الرئاسة، الأمارة، هذه لا ينبغي أن يتردد مؤمن لأنه ليس للمرأة فيها نصيب. المرأة شهادتها نصف شهادة الرجل، فكيف تكون قاضية أصلا؟ وفي الحدود لا تقبل شهادتها أصلا. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن ملك كسرى مات فولى قومه ابنته، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. كتب للرسول رسالة وقال خذ معك هدية، ومن ضمن الهدايا قال أهديه جاريتين، فأهدى إليه المقوقس هدية، أهدى إليه هذه الجارية اسمها ماريا القبطية، وأعطى الثانية أهداها حسان بن ثابت. يعني ماريا أم إبراهيم ملك يمين وليست زوجة، ليست من أمهات المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام أخذها سرية، يعني أخذها جارية أهديت إليه، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوجها زواجا، لم يعتقها ويجعلها زوجة. بل كليمين نسوة كن يؤخذن سبايا حرب أو يشترين من الأسواق، فمن الرجال يقال عبيد ومن النساء يقال إماء، فلمالكهن أن يستمتع بهن. إذا كان الجهاد عند ذلك الأسرى من الكفار، الرجال يكونون عبيدا والنساء يكون إماء، وهذه هي تكون ملك اليمين. هذا ما ملكت أيمانكم، قلنا كيف تأتي عن طريق حروب بإذن ولي الأمر وتكون السبايا من المشركين. كنا يؤخذنا سبايا حرب أو يشترين من الأسواق. لا حد أقصى لعدد الإماء اللواتي يمتلكهن الشخص. تسرى بها، يعني جعلها سرية جارية ووطئها بملك اليمين، ولدت منها عليه الصلاة والسلام إبراهيم. قال عندي زوجتان، سعد يقول له قال اختر أيهما تشاء، أطلقها فتتزوجها. والله دي حاجة عظيمة جدا. أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا الرجل امرأته للفراش فلم تستجب لعنتها الملائكة حتى تصبح. لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلى. زوجتك اللي في الدنيا ثم 70 حورية معها حلالك، ثم مع كل حورية 70 وصيفة، أصبح كما عندك من امرأة. بل هناك جماع ليس كجماع الدنيا، وهناك نساء ليسوا كنساء الدنيا. وكواعب أترابا، أثداء الحريات كيف وكواعب أترابا، أي نواهد الحور كالرمان ليست متدلية إلى أسفل، زيادة في الحسن والجمال. لماذا لا يوجد في الجنة رجال عين للنساء؟ المرأة لا تقبل في هذه الدنيا أن يكون لها أكثر من رجل، والرجل يقبل أن تكون له أكثر من امرأة، وممكن، فكذلك الأمر في الجنة. لعن الله النامصة والمتنمصة في حديث ثابت في الصحيح. أختي احذري نهار رمضان أن يقضي حاجته الجنسية بالإيلاج في قرد أو نحوه، لكن لا تولجه في أنثى القرد لأنها لها شهوة وماء فتتنجس فتفطر. لا حد على من وطأ صغيرة لم تبلغ 9 لأنه لا يشتهى مثلها، فأشبه كما لو كان قد أدخل إصبعه في فرجها. الرجل بيستكشف، مفيش مشكلة. اغتصاب الصغار ليس عليه حد. أن أغتصب طفلة ليس عليه حد. أنا كافر، أنا أكفر بهذا.
نعم، هذا كله كتب أزهرية ومصادر أزهرية. قلت يا سيدي من البدء أسست، هم يعلمون هذا، هذا من داخل ما يدرسه بناتنا في الأزهر في سن المراهقة وأولادنا. أنا أكفر بالعبودية، أنا أرفض أن تقول لي هناك عبد يمكنك أن تشتري بالمال. يقول النبي العبد الآبق كافر حتى يعود إلى مواليه، يعني فيه عبد مسلم هرب هو كافر لحد ما يرجع لسيده تاني ويفضل عبد. يا اخواننا انتوا علمتونا في كتبكم الإنسانية انه الراجل اللي يعمل كده نعمل له تماثيل في الميادين ونحييه ونرفع من قدره ومن شأنه. العبد الآبق ده حد عظيم، انا اكفر بهذا. انا مع النبي وفي انه البس مش حرام والمفاخذه لا جريمه لها والعري في مفهومهم عري فيه لون من ال، عايز اختار كلمه مهذبه مش عارف الحقيقه، هو عري من اجل العري ليس من اجل الجمال، او من لان الانثى من طبيعتها ان تريد ان تكون جميله، تكوينها كده يتخلق معموله كده لازم تبقى جميله وتزين نفسها. لكم زعما باينه واش الرجال هما اللي صوبوا هذا الشيء، باسكو يكون كان الخالق زعما نبقاو نرجعوا لدوك الاسئله البليده البديهيه، يكون كان الخالق وما درت حتى حاجه للمراه، هما لانهم اصلا هما كيعتبروا بلي المراه راه كائن قل منهم ولا كائن ناقص، ولا لانهم هما ماشي عيالات اوف كورس، واوف كورس ماشي هما الخالق اللي غادي يعرف بلي لها المراه بحال بحال الراجل، لايك اختلافات بيولوجيه بسيطه كيف كيختلفوش في العقل وفي القدرات اتسدر. للمسلمين تيقول لك المراه خانزه، يا الله يحفظنا سيدي ربي حدا الغائط حاشا السامي واحد الله العظيم. هاد المساله ما كيهضروش عليها في هاد المجتمعات هادو، والله ما كيهضر على شي حاجه اللي كتخص المراه بوحدها. كتلقى الراجل تا هو خاشي راسو ولم يحيدنا ومن يحيدنا، داكشي ماشي شغل الرجال كاع، داكشي اللي كيهضر عليه الاسلام ما تيتباعش للرجال، فهمت؟ دابا علاش؟ حيت الرجال هما اللي كانوا مريحين، هما اللي كانوا كيقولوا كيديسيديو كيفاش كيفاش هما غيتعاملوا مع النساء ديالهم، وهادشي داو ليه واحد ليكسترابولاسيون تا ولا داخلين فيه حنايا، فهمتيني؟ ما هو دابا داكشي اللي داروا القوانين، الناس اللي كانوا مريحين كانوا مريحين الرجال، ينو دوك الشماكرية أبو بكر وعمر، وداكشي اللي مكتوب على الأهواء ديال واحد القبيلة سميتها قريش. علاش؟ حيت هاديك القبيلة القريشية هي المعنية بالأمر، يعني عندك واحد لو برودوي بغيتي تبيعو ليه، كيف ما بغيتي تبيع ليهم واحد الفكره، اوكي؟ الا بغيتي تبيع واحد لو برودوي كتصوبو كتقادو كدير ليه واحد اللون زين كتقادو، نفس الشيء باش كتبغي تبيع واحد الفكره كدير فيها داكشي اللي كيبغيو الناس اللي اللي بغيتي تبيع ليهم هاد الفكره. حيت المساله عندها علاقه بالماركتين، تسويق فكرة، غير هنا عندنا تسويق إيديولوجية. دابا داكشي اللي كاين في القرآن هو جواب الأهواء، هو في حد ذاته إرضاء لهذوك الناس اللي معنونة ولا معنيين بالأمر، وليهم الناس ديال القرآن. إذن هاد الدين هذا المعايير اللي تبنى به هي معايير قريشية، وكيجاوب على الأهواء
والأمنيات ديال واحد القبيلة سميتها قريش. ماشي واحد الإنسان اللي كيعيش في خيمة وما عندوش الماء ودا شي حاجة، كيقبل على أي حاجة، ماشي كيتخيار لا كيتشرط. دابا الناس اللي كانوا مريحين وديسيدا والمجتمع رجال، ورجال وماشي رجال تقول مثلا، وهذا هو اللي خصني واحد خصيدي وشي فيلم شي في كل شي فيلم ديال بصح. مثلا داكشي اللي دار نوستيك مثلا خصو يتحط ويدا فيزيكمون، حيت نوستيك حط شي حاجة زعما رائعة، شي حاجة واعرة، شي حاجة خص التاريخ يرجع ليها ويدير منها واحد الفيلم حلقات. وهذا هو المشكل ديالنا، الناس اللي ديسيدوا هاد الدين كلهم رجال، المجتمع فيه الرجال والنساء، ميمكنش ديسيدي في بلاصة المرأة، حيت المرأة هي بوحدها اللي كتفكر كتعرف شنا هو الخصوصيات ديال المرأة، بحال كيف الراجل ما عمره يعرف كيفاش المرأة كتفكر جامي. اوكي تصيبوا في شي حوايج، ولكن شي حوايج كيبقاو شي حاجة ما يمكنش. بحال الا قلت لك عاملة مثلا، ولا لحطيتك قلت لك عندك 2000 عام كنقريك على المرأة حاملة وكيفاش كتولد، ما عمرك غادي تحس بها كيفاش، ما عمرك غادي توصل للمستوى ديال الفهم ديال الحمل أو للولادة، فهمتي؟ نفس الشيء الناس اللي جابوا لنا هاد الدين كانوا مريحين، لحقاش هاد الشيء اللي مكتوب في الدين هو داك الشيء اللي الحوايج اللي بوزيتيف بالنسبة للدين، هما الناس اللي هما دوك الحوايج اللي كانوا عزاز على الشماكرية ديال قريش، هادو كل هاد القحاب دوك العصابات اللي كانوا في الجزيرة العربية وداك الشيء، كاع داك الشيء اللي كيعجبهم غادي تلقاوه في القرآن، وكاع داك الشيء اللي كانوا كيكرهوه ولا الحكم ديالهم الفهم ديالهم لشي حوايج كل شيء غادي تلقاوه في القرآن، حيت القرآن اللي ديزيني باش الناس يقبلوه، إذا داك الشيء اللي فيه كي ساتيسفي لو بوزوان ديال الناس اللي غادي يقبلوه، هما اللي غادي يمشيو ليه حيت كيخدم المصلحة ديالهم. إذن هذاك الشيء اللي كتشوفوه ديال قتل ودبح راه ماشي خالق هذا الوجود اللي بغى يقتل ودبح، راه الناس ديال قريش اللي بغاو يقتلوا ودبحوا. داك الشيء علاش جاهم واحد الدين تيقول لهم عندكم الحق تقتلوا ودبحوا وتسبيوا وتسرقوا وتغتنموا وديروهم كاملين، وهذا هو الكونتراست اللي كاين في الدين. الدين في حد ذاته كيعبر على الأهواء ديال الكونسوماتور ديال هذاك لو ميساج، الكونسوماتور بغى هادي غادي نديرها، بحال فاش كدير شي صندويت لشي واحد كتقول عزيزة لي مطيشة غنعطيك عزيزة لي لبس، لا فهمتي كتحاول دير ليه داك الشيء كيف ما فاش كتصاوب الطوموبيل وفاش كتصاوب أي برودوي. دابا الإسلام كيعبر على شخصية المسلم، هو فاش كتقرأ هذاك المستوى ديال العنف اللي كاين في الدين خصو يكون في المسلم، علاش؟ حيت هذاك حيت المسلم تقبل الخطاب، إذا ما تقبل الخطاب حتى يكون هذاك المستوى ديال العنف اللي فيه كيساتيسفي واحد لو بوزوان، وهذا الشيء اللي وقع في التاريخ ديال الإسلام. التاريخ ديال الإسلام هذه حقيقة الإخوان، التاريخ ديال الإسلام كتبوه الشماكرية، حيت ما يمكنش
كتبوش، ولكن هو في الحقيقة مديول شماكرية وكتبوه شماكرية، ولكن الإسلام كيختلف على الديانات الأخرين. الديانات الأخرين ما استعملوش السيف، يعني غير الناس اللي آمنوا بهذاك الدين فيغيديكمو هما اللي تبعوه. في المسألة ديال الإسلام، حيث الإسلام كيختلف على الأديان الأخرى، استعمل السيف، ولو الناس اللي تبعوه الشماكرية، حيت ما يمكنش يكون الفلاح تمشي عنده تقول ليه أنا عندي واحد دين كيعطي لأي واحد الحق يدخل عليك ويأخذ العيالات ديالك والأرض ديالك والبهايم ديالك ويشردك، هذاك الفلاح ما غاديش يتبع هذا الدين، والتاجر ما غاديش يتبع هذا الدين، غيقول لك هاو حتى هذا غادي يجي يوقف عليا يدي ليا داك الشيء يغتنم ياخذ ليا يسرق ليا، إذا ما غاديش يتبع الدين. دابا الإسلام فيه دوك الناس اللي تبعوا الدين حيت هما شماكرية، وفيه دوك الناس اللي تبعوا الدين حيت خايفين من الشماكرية. سمعتوني الإخوة؟ حيت فيه سيف الناس اللي تبعوه عزيز عليهم يتشمكروا، عزيز عليهم يغتنموا، عزيز عليهم يسرقوا، عزيز عليهم ينهبوا، عزيز عليهم يستبيوا، هما اللي تبعوا الدين. ولكن حيت عزيز عليهم ويديروا داك الشيء، داك الشيء علاش شي وحدين اخرين دخلوا الاسلام، دخلوا باغ فورس، خصو يدخل الاسلام صحاب. اذا الاسلام هنايا دخل لا بوبولاسيون كامله، دخل فيها الناس اللي بغاو الدين حيت مكتوب فيه الغزو غادي يمشيو يغزيو ويسرقوا، وفيه الناس اللي خايفين من الدين حيت الا ما دخلوش الاسلام نفس المصير، خصهم يتنهبوا ويتسرقوا الا ما دخلوش الاسلام. وهنايا منين بدات البوبولاريتي ديال الاسلام. دابا الاسلام الا كان كله عنيف ما يمكنش غادي يعيش، بحال الا بغيتي تبيع شي طوموبيل مثلا ما يمكنش تبيعها كلها خاسره، تقدر تبيع فيها شي حوايج خاسرين، ولكن خص تبيع فيها شي حوايج زوينين حتى تكون الفالور، فالور كتعطي الحوايج اللي كيخدموا المصلحه ديالك، اذا الطوموبيل خص تكون فيها شي حاجه زوينه. نفس الشيء كيفاش كتبيع واحد الايديولوجيا، ما يمكنش تجيب هذه الايديولوجيا وتعطيها ايديولوجيا كومبليتمون فارغه من السلم ومن الحوايج بوزيتيف، ما تقدرش تجيبها كلها فيها صراع والقيامة والمقاتلة وما كاين لا حب لا والو. وفعلا هنا فين جات القبيلة القريشية لعبت دور في هذاك لو ميساج، انه فيه القوة ولكن فيه شي مبادئ قريشية. علاش؟ حيت ما يمكنش تكون قبيلة قريشية مبنية على الغزو، ما يمكنش تجمع إنساني ويكون لاباز ديال الحياة ديالو مبنية على السرقة وعلى الجريمة، حيت ما يمكنش تبني مجتمع في انعدام الإطمئنان، خص يكون واحد المستوى ديال السلم، خص تكون واحد المستوى ديال لا سيكوريتي باش يتبنى المجتمع. كش علاش جميع الكائنات كيجي ولاد الوجود اول حاجه كيقلبوا عليها هي لا سيكوريتي، خصك تبني دار حفاش في شي غار تكون فوق شي شجره، جميع الكائنات كيديروا هذا، لا سيكوريتي هي الهدف، لا سيكوريتي هي الحاجه الوحيده اللي كتخول لك البقاء، والبقاء هو الغريزة ديال الإنسان، خصو يبقى. إذا مسألة طبيعية. وي 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 لا سيكوريتي ديال لا سيكوريتي ديال الإنسان هي اللي مهمة. دابا كون جا الإسلام غير بالقتل وداك الشيء راه ما غاديش ينجح،
وشكون يلعب هذا الدور؟ هذا هو داك 10 سنين الاولى في مكة قبل ما يهاجر. تما كان كانت عنده واحد لا بوبولاسيون، واحد لو كونسوماتور ديال 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 الايديولوجيه، وهاد لو كونسوماتور كان كيعيش في قبائل، وهاد القبائل كانوا محتاجين للسلم، كانوا محتاجين للسكينه، كانوا محتاجين لا سيكوريتي. داكشي وهاد المبادئ كيعبروا على ان لو كونسوماتور مثلا فاش كتقرا القران كتقرا دوك الايات اللي نزلوا في مكه كيكون فيهم السلم، حيت هادوك الناس ما يمكنش تقول لهم انا غادي نجيب لكم، هما كيعيشوا في قبيله وانت غادي تقول لهم انا جيتكم جبت لكم السيف والغنيمه وداكشي، حتى هما ما غاديش يقبلوه. اذا هذاك لو ميساج لهذيك لا بوبولاسيون في هذاك الوقت كان هو اللي غادي يكون كونسومابل، غادي تقبلوا قريش، حيت قريش ما كيعيشوش متشردين، ماشي صعاليك كيضوا في الصحراء. قريش كان عندهم، كان عارفهم، كانت عندهم التجارة، هادو هما المسائل اللي كانوا عندهم. إذن هادوك الناس كانوا طوقين للأمان، لا سيكوريتي. داكشي علاش الإسلام فيه شي حوايج هما أصلا بدائيين، ولكن كيعبروا على الإنسان والتمدن ديال الإنسان والتحضر ديال الإنسان، أن الإنسان بحيلة كيقلب على مبادئ. يعني هذا الإسلام هذا ما في من أخذوه ك ك كإرث كمعرفة للإنسانية، لا يعتبر بجميع المقاييس. شتي الإسلام إلا قارنتي مع حضارة المايا ولا حضارة الأزديك، هذوك الناس راه القمة بالنسبة ل نمشي تقريتي غير على حضارة المايا، كنعتقد المايا لما واحد الحياة تكستاغدين قياس بنو الأهرام فوق الماء، ماشي فوق جبل، ماشي فوق الأرض، فوق بالبلاز ديالهم أهرام وفوق حضارة بكامل. يعني هاد الإسلام فاش كتشد المعالم اللي خلى الإسلام في الجزيرة العربية وكتقارنها مع داكشي اللي خلات جميع الحضارات اللي دازت في الكرة، جميع الحضارات أوكي، كتلقى أن هادوك جميع الحضارات كلهم خلاو شي حاجة كتعبر على الإنسانية ديالها، كتعبر على التألق، على التفوق في شي حاجة، شي حوايج اللي درنا بهم راسنا. مثلا فاش كنقراو مثلا على القرطاجنيين راس كيضرك، فاش كتقرا على الفينيقيين راس كيضرك، جميع الحضارات ولا اليونان ولا الرومان ولا البيزنطيين ولا جميع الحضارات، اي حضاره كتقرا عليها كيضرك راسك، كتمشي عند المايا، تمشي عند الازديك، تمشي كاع كتجي الحضارة كتلقى فين هي الحضارة، وديما كتشوف فيها من ناحية لا سيكوريتي، يعني المعمار، المعمار حيت الأصل ديال المعمار هو لا سيكوريتي ديال الإنسان. الإنسان ما عمره كان كيقلب أنه راه خصو يبني واحد القصار وخصو ما يكون فيه النافورة ديال الماء، ولا ما عمره كان كيفكر. الفكرة الأولى اللي كانت البدرة اللي بدات المعمار هي لا سيكوريتي، وهاد الحضارات ما عبروا على الوجود ديالهم غير كيفاش تعاملوا مع لا سيكوريتي، يعني كيفاش بنيتي دولة، كيفاش بنيتي الدار، كيفاش بنيتي البلاصة اللي كتسكن فيها وكتنعس فيها، كتغيب وما كتكونش حاضر راسك، وخصك تكون تنعس وتدمر راسك بأنك غادي تفيق. إذا خصك واحد البلاصة اللي تكون مسدودة، واحد البلاصة كيفاش تبني خيمة، تقدرش
تشد من الراس كلاسيك يغيتاب بالخيمة شي حاجة اللي ما أكسب ماشي أكسبتابل الإنسانية وماشي أكسبتابل حتى الحيوان. الحيوان تاو خصو يتقنزع بشي قلت ما يوصل ليه تشي واحد ولا يدخل في غار ولا يدير شي لعبة يتبدل اللون ديالو ولا شي، ولكن ما كيبقاش عريان ومريح كيتسنى في البريداتور يجي شي حاجة بيولوجي، شي حاجة ما كتقراهاش في كتاب، شي حاجة فيك اللي خصك تخرجها. كتجي كتقارن كتقول اوكي كدوز كتشوف فراعينك، فراعينك خصك تشد راسك وربما تشد قاشرك اللي يطيروا من رجليك فاش كتبدا تقرا داك الشيء ديال الفراعين. كدوز عند البابليون اشو الناس فاكين شي حوايج اللي استعملوهم ديك الساعه وباقين عندنا فاليد وما لقيناش باش غادي نبلاصيوهم. بحال 2 و3 ولا 4 و5 والجمعة وداك الشيء هما اللي جابوه لنا. كاع هادشي ديال الحسابات وديال مثلا هادشي ديال المينوت والساعة وداك الشيء 60 سكوند ديال 60 مينوت باش تكون الساعة وداك الشيء كامل ين هاد لي سكوند الساعة هما اللي جابوه. حنا عندنا دابا ما قدرناش نتخلاو عليه، علاش؟ حيت ما لقيناش باش غادي نبلاصي، علاش؟ حيت هذاك هو لو باغ في هذاك هو العلم هذاك هو كلشي. اوكي كتجي عند قريش كتسول كتقول لهم اش خليتو اش عطيتو للانسانيه اش عطى الاسلام للانسانيه. جات الحضاره البيزنطيه عطات الإنسانية، جات الرومية عطات الإنسانية، جات البابلية عطات الإنسانية، جات اليونانية كلهم الفراعين القرطاجنيون المايا الأزدك كلهم عطاو الإنسانية، عطاو الإنسانية على مستوى الفكر وعلى مستوى الثقافة وعلى مستوى التحضر. أوكي حتى كتجي الإسلام كتقول أش عطى الإسلام، أش عطى الإسلام، أش جاب في الجزائر العربية؟ ما خلات شي حاجة في الجزائر العربية. كيفاش خالق المجرات غيكون معك كونتاكت؟ أولا علاش غيكون معك كونتاكت؟ علاش أنت في خيمة ولا خو حداك الهرم؟ فرعون عايش في الهرم، القريشي عايش في الخيمة. مشيتي أنت عند القريشي اللي عايش في الخيمة بغيت يكون عندك معك كونتاكت، أنت خالق هذا الوجود. مشيتي عند القريشي علاش اختاريت القريشي وما مشيتيش عند الفرعوني؟ علاش ماشي اليوناني؟ الخرا ديالهم باقي واقف دابا لدابا، داك التيران ديالهم ديال الاولمبيكس باقي واقف لدابا، وهذاك اصلا كان كله مغطي بالرخام. الاخوان اعتجوا ما عرفتش شكون هجم عليهم وخداو الرخام. هذاك الحيط اللي باقي لدابا واقف كان كله مغطي بالرخام. اوكي هذه الحضاره اليونانيه، كيجيو شي مخيات عايشين في خيمه قاتل ديال ملعطاش ما عندوش الماء ديما مسخ ديما خاري مع الحناش والعقارب وداك. كل اللي انت خصك يكون عندي بغيت كونتاكت مع الانسانيه غندير كونتاكت مع المخي. شكون هما شي ناس عايشين فقاري؟ داكشي علاش الكاليتي ديال الدين عندنا مقوده. اوكي الدين تا هو في دي كاليتي والثقافه هي فيها دي كاليتي وصديقو كيف صوبتي هاد الثقافة واش انت اللي صوبتي هاديك الثقافة؟ فاش انت كتبني واحد الثقافة بيديك كاين واحد البروبابيليتي كبيرة ان هاديك الثقافة ديالك غتكون زوينة، حيت هاديك الثقافة ديالك هي لو برودوي ديال النيسيسيتي ديال لونفيرونمون ديالك. ولكن المشكل هو فاش كتبني بواحد الثقافة وكتجيب شي حوايج بعينيك مسدودين وكتدخلهم للمجتمع وكتعطيهم واحد الأهمية قصوى في المجتمع ديالنا كيف ما درنا حنا.
دابا شفنا من ناحيه الاله ما يمكنش يجيب لك رساله اصلا. اش غادي يقول لنا هذا الاله كانسان؟ وات اشنو هو باش تعرفوا بان هذا الدين هذا غير قالب، كاين شي واحد كيستافد من الدين. علاش؟ حيت ما كاين حتى شي ريزونمون لي سوطابل تقبلوا، ما كاين حتى شي ريزونمون تقبل بان هذا الاله خصو يهضر مع الانسان. يا با دو ريزون، ما غادي تقول ليه والو، ما كاين ما تقول ليه، اش غتقول ليه؟ كيفاش غتفرق الوات ديالك؟ واش غتقول للانسان كيفاش غيفرق الورقه ديالو؟ المشكل هو كيفاش كتوصل الانسان انه كيامن بان شي واحد عنده الحق يقول ليه ويفرض عليه كيفاش غيفرق الورقه ديالو، اولا كيفاش غيتزوج، اولا كيفاش غادي يتعامل مع ولادو، اولا كيفاش غادي يغسل زكو الا بغى يغسل زكو صافي على التقليه. يعني هاد الدين هذا السوفي انك تجرأ عليه، السوفي انك تسول وتقلب على لو ريزونمون، اشنا هو الريزن، اشنا هو المنطق ديال الدين. المنطق ديال الدين بحال عش بيت العنكبوت، الرسول كان كيصحاب يسحب رتيله كتعيش تسحب كيسحب رتيله كتعيش. Anyway. يا اللي صافي بليزير حبيبي، صافي بليزير هادشي، داكشي توب ديال توب توب اخويا بيان لي توب توب. الميساج اللي غوسي وغوسي يعني الابسط البساطة، انا كعقل بسيط عادي راه اخويا راه الميساج اللي غوسي سمعتينا بيان لي تسمعني؟ وي سمعتك. خصنا نهرسو هاد القلاوي، خصنا نهرسوه، خص حنايا نبداو نقولو لوالدينا خصكم شو تقودا والدينا، شكرا نتوما واعرين زوينين ظريفين اهتمتو بينا، كنا حنا الاولويه في حياتكم وداكشي، وما بخلتو علينا حتى شي حاجه، جبتولنا بزاف ديال الحوايج زوينين، ولكن الاسلام راه ماشي وحده منهم. الاسلام راه ما مزيانش، وها علاش ما مزيانش؟ انا فاش مشيت للمغرب وقع لي مشكل، ضيعت اون بيرسون تخاصمت معها عمي، علاش؟ حيت بغى يدير ليا بحال ديك اللعبه، الا بغيتي تكون من العائله بحال ولات المساله ديال الانتماء بالدم ولا كونديسيونيل ولا اكونديسيون انني نكون مسلم عاد باش نكون عندي انتماء. جاني بحال ديك النفور مني انا وداكشي، وقلت لي عاود الكرك بحال قلت لي الا كان شي حاجه عندك في راسك اكثر من الدم هي اللي كتجمعني معاك، راه ما عندي ما ندير بيك. هو مسألة فيها تضحية، بحال هادشي اللي كنديرو دابا تضحية. حنا في الحقيقة خصنا نكونو كل واحد فينا خصو يكون كيدير شي حاجة أخرى، ولا على الأقل إلا تجمعنا نكونو كنسمعو شي موسيقى ولا شي واحد كيهضر لنا على شي حاجة، ونكونو حنا الدماغ ديالنا خالي من الدين نهائيا، بحال شي ألماني ولا سنغافور ما كيدور دي. تخيلوا الإخوان الحياة أنك تعيش وما كتعرفش دين شكون هو محمد. البخاري كتجيك بحال شي ماشينا لافي ولا شي حاجه بحال، فهمتي؟ كتعيش حلوه، كتعيش زوين، كتعرف شكون هو محمد. البخاري الوضوء المحرمات القبله المدين كاع داك الفوكابولير كله ديال مو ما كاينش عندك في الدماغ، وفي بلاصه داك الخرا ديال الأذان والصلاة والصبح والظهر العصر والركعة وبالجهر وبالخرا والوضوء وديك الجنابة قلاوي وداك الشيء اللي تكون بلاصي بشي فوكابولير اخر، فهمتي؟ يعني هذا الإسلام هذا مصيبة خويا بيلير. راه حنا تغتصبنا، راه صعيب تنسى
أنك تغتصب زي هذا ريب، هذا كولتشرال ريب، هذا سيتين فيول ياك تقولي الفيول فيول كولتوريل. خصك تعيش بس منك ما عندك شي حل اخر. الخطاب المعرفي هو واحد حاجه الاخوان. الخطاب المعرفي كان اغتصاب المعرفي وبيليغ واحد حاجه تنتمنى ان شي واحد يسجل، لان فعلا بيليغ ملي كنقول لك الميساج غوسي، الا الميساج راه غوسي فعلا فعلا غادي يوصل. تنتمنى شي حد يسجل الاخوان، وانا راه ماشي تنتبلاق البيليغ ولا شي حاجه. هو بيليغ راه كنعرفو، الاخوان كيعرفوني مزيان، راه ما انا راه ما كنحملش هاد التخربيق هذا ديال السلطه ولا شي تخربيق اخر من هاد القبيل، ولكن الميساج ديال بيليغ انا كيوصلني كعقل بسيط. انا كنقول لك بيليغ الميساج ديالك واصل، انا باقي شي واحد يسجل، لان فعلا الميساج واصل، بغينا يوصل اكثر عدد ممكن ديال الناس العامه اللي كيبيع السرديل اللي كي ما عرفتش شنو هو حريفي في شي حاجه. المهم يوصل الميساج. الناس بان المشكل عندنا، المشكل كاين شي حاجه في الدين ماشي هي هذيك، ولكن دابا هي راها فكره. مثلا فاش كتمشي لامريكا عندهم مشكله ديال العبوديه فكره، ولكن ما غادي يوعوا الناس حتى تشد هذيك العبوديه وتفرتك دين ما. هذاك الفكره ديال العبوديه خص جميع افراد المجتمع يشدوا داك الفكره ديال العبوديه، وكل واحد يعبر عليها بالطريقه ديالو. لحقاش امتى كيوصل الانسان للوعي بواحد الحاجه حتى كيعيشها، وباش يعيشها خصو يكون الفكره ديالو كيمشي ديب. بحال فاش كتوقف مع شي واحد تيقول لك انا جيعان وكتشوف البعد، اولا كيقول لك مثلا انا مسجون وكتشوف البعد ديال واحد الانسان مسجون. الا كنت انت واحد الانسان دارس متعلم، يعني الدماغ ديالك روضتيه في هذاك الميدان، يعني تقدر تدخل العمق. داكشي علاش حنا كنختلفوا، حنايا مثلا كنعيش، كيديروا حتى الحيوانات، كتلقى حيوان كيرحم واحد الغزال صغير كيكون جيعان وكيتبعو كيشدو، ديروا غير يوتيوب كيشوفو كيتبعو كيحاول يعيش المحنه اللي غادي يعيش الاخر. هاد المساله هادي كتدخل غير خص الفكره تكبر، خص الفكره تفهم، خص الفكره تفهم جميع الابعاد ديالها. علاش؟ حيت البعد ديال كل فكره ما كيعتمدش على اون بيرسون، كيعتمد على مجموعه ديال الناس باش تشد واحد الفكره معينه. مثلا الا شفتي العبوديه مثلا في الميريكان، شدوا داك المساله ديال العبوديه، عطي الميريكا العوازه شدوا دين امها، شدوا العبوديه عبروا عليها بجميع الطرق بوسيبل اي بلس، من جميع المناحي، جميع يدخلوا لك الاحساس، يدخلوا لك التاريخ، يدخلوا لك كل شيء، حتى ولاو البيض بقاو عليه حتى دخلوا ليه الفكرة ديال العبودية، بأنها ولا البيض كيوقف معك وكيقتنع معك وتيقول لك أنا مقتنع معك بأن هذاك الشيء لا إنساني. علاش؟ حيت شدوا ديك الفكرة ديال العبودية ووصلوها لهم. صح؟ أوكي. نفس الشيء خصنا نديرو مع الإسلام، وهذا الشيء كياخذ دي جينيراسيون. فكرة خصها تاخذ ربعه كيف ما خدات مع العوازه، راه كانوا كيدوزو كيلقاو العزيم، كدوز العزيم علقهم حروق هانيته، ما كان حتى شي مشكل. اوكي، الناس كانوا خصو يخرج من واحد الولايه وعلق ويطلع حتى لولايه اخرى ما عندوش الحق يخرج. وهنا ما كنهضروش، انا كنهضر غير العبوديه فيزيك، اما هو المايند ديالو از فري، هو كيقلب على الحريه. احنا في واحد المستوى ان باقي ما عرفناش بان احنا عبيد،
اوكي فرق كبير. لحقاش حنا ولات عندنا الحريه هي العبوديه، بقينا كنترقدوا في هذيك العبوديه حتى ولات كتبان العبوديه هي الحريه. ها بحال شي واحد كيبقى يباوندي فيك حتى كتعود تفكر كيف ما بغاك هو تكون. ها إذن خصنا نشدو هاد الفكرة ديال الإسلام وخصنا نفرشخو دينما من جميع النواحي، من الناحية التاريخية، من الناحية البسيكولوجية، من ناحية اللي كيلعب الراب، اللي كينحت ينحت شي حاجة، اللي كيرسم يرسم شي حاجة، اللي كيغني. خصنا هادشي شنو كننميو الوعي ديال الناس بالخطورة ديال هاد الدين وبالمساوئ دياله. راه الدين كنعتقد اكثر خطوره من العبوديه الفيزيك اللي كيمر منها الانسان. علاش؟ حيت تقدر تشد واحد الانسان في السجن ولكن الدماغ ديالو كيبقى فري، سمعتي؟ كيبقى واقف بحال داك خينا اللي قال لك ما خصناش نترحموا عليه، نيلسون مانديلا 28 عام وهو في الحبس ولكن الدماغ ديالو ما عمرو كان في الحبس، كان ديما حر. احنا عندنا مشكل في العبودية ديال الدين، العبودية ديال الدين. الدماغ ديالك هو اللي كان كيكون البرايمري الاسكلاف بريمير، هو الاول اللي تيكون اسكلاف. فهنا هذاك العناء اللي دازوا منه العبيد العوازه اكثر من العناء اللي غادي ندوزوا عليه حنايا، حيت حنايا هذاك الانسان كان فري في المخ ديالو، الدماغ ديالو كان حر، والمشكل ديالو انه الفيزيك ديالو ما كانش حر، ما كانش عنده حريه التنقل، ولكن الدماغ ديالو كان حر، كان كيقلب على لوكازيون باش يخرج من العبودية. بحال واحد الفرخ إلا حطيتيه في واحد الكاج وحليتي ليه الباب كيعلق. حنا ولينا بحال ديك الطيلة اللي كتحطها في الكاج وكتولف كتحلها الباب ما كتبغيش، كتخرج دوب دوام كيعجبهاش الحال وكترجع لبلاصتها، كتقول لك أنا عزيزة عليا العبودية، حيت العبودية ولات عندها نفس البنة بحال الحرية، نفس الشيء اللي كيوقع في الإسلام. الدماغ ديالنا المخ ديالنا ولا عبد ديال الايديولوجيا القريشيه، المخ المخ في حد ذاته ولا عبد. الا كان المخ ديالك عبد كيفاش غادي تتحرر نتايا وانت المخ ديالك عبد؟ بحال واحد الانسان بلي روين ونتايا كتقول لي خصك تقطع لي روين، وهو خصو يخدم الدماغ ديالو باش يقطع لي روين، والدماغ ديالو اوريدي كونتاميني بلي روين. كيفاش الدماغ كونتاميني بلي روين غادي يحارب لي روين؟ شي حاجه امبوسيبل. وهذا الشيء هو اللي كنتعاملوا معاه دابا. عندنا واحد دماغ مسلم وكتدخل ليه شي حاجه اللي هو كيحاربها، اذا الدماغ بطبيعته غادي يكون بايس. علاش؟ حيت الدماغ عامه بالاسلام، وهادشي اللي كيوقع لينا حتى في الصغوح. وحتى فاش كنهضروا مع الناس دابا، فاش كتهضر مع واحد الانسان مسلم، فهمتي؟ اذا هادشي اللي كنديروا هو واحد الابسيلون، واحد شي حاجه صغيره في واحد الموفمون كبير، وهاد الموفمون ستان ديستا خص ندوز منه الثقافه، ان هاد الدين يبقى واخد هاد الحجم ديالو في المجتمع ديالنا. هادشي ماشي من طبيعة الثقافة، ماشي من طبيعة الثقافة، ماشي من طبيعة ليفوليسيون. ليفوليسيون شي حاجة اللي كتضر، شي حاجة اللي كتهدد البقاء، هذه هي ليفوليسيون. كتحيد، خصها تمشي وخصها تخلي بلاصها. داكشي علاش تيقول لك الموت هي احسن اختراع اخترعته الطبيعة، هو كتعطي لا جونيس البلاصه ديالها.
نفس الشيء مع الدين ومع الثقافة، خصها تغير. إذن هذا الشيء اللي كندوق فيه خصها نحلوا الدين. إلى الناس قاع فهموا الدين بهالطريقة، بهالطريقة اللي كنشوفوها احنا في هاد الرومات هادو كيفاش كنهضروا على الدين، الناس كلها غادي تعيق. وباش غادي تعيق؟ غتعيق بلا انفورماسيون، ولا انفورماسيون دابا از اباندنت، ما عندناش شي اكسكيوز، ما عندناش شي عذر. احنا ما كنعيشوش في عهد الحسن الثاني، احنا كنعيشو في عهد الايفون، سمارت فون، لورديناتور، كل شيء خدام، لانفورماسيون اباندنت، احسن اكبر فائض عندنا دابا هو اللي عندنا في المعلومه، في المعلومه. فاكبر فائض في هذا الوجود اللي عندنا هو ديال المعلومه. حتى الاكسجين ولا عندنا معاه مشكل، فائض ولا عندنا في المعلومه. وشنا هو الحل؟ الوعي هو المعلومه. داكشي علاش كانوا كيمنعوا علينا الكتوبه ومنوع تقرا الماركسيه ومنوع تقرا هذه ومنوع تقرا هذه، حيت العدو ديالهم هو المعرفة. ايوا هادشي اللي كنديرو، كنحاولو نفهمو الإسلام، كل واحد يفهمو بطريقة وكتختلف، حتى يعود واضح للناس بأن هاد الدين هذا راه ميمكنش تبني مجتمع وعائلة وشخصية بواحد الفكر خرواني بدائي. تبغي تخترق انت القانون الفيزياء، جيب شي فكر خرواني ميت مدقدق، ماشي دابا، ديك الساعة مدقدق، قبل من ديك الساعة بستلاف سنة هذاك الفكر لا يعتبر. راه فاش كتحط الإخوان الحضارة البابلية أو السريانية أو الآشورية أو لا، كتحطهم في كفة وكتشوف الإسلام، الإسلام لا يعتبر، ما عند الدين محتشي قيمة. فاش كتحطهم مع جميع الحضارات اللي جات قبل منه بآلاف السنين، العطاء ديال الإسلام زيرو، النضى اش جاب؟ جاب الهمجية، هذا هو اللي جاب الإسلام. هذا الشيء اللي بغيتي تحل عينيك وتشوف الحقيقة المرة وعندك القلاوي باش تشوف وتحل عينيك وتقولها وتشوف بأن هذيك الحضارة ديال محمد ما جاب والو. لما محمد ما كانش هو نيوتن وخير الخلق، فاش خير الخلق؟ في النكاح، في الغزو، فاش خير الخلق؟ تخير الخلق ما بغيتيش خير الخلق والإنسان المويان ذات الطاسيون ديالو ديال الانفيرونمو هو العقل. اذا نعطي الاخرى العقل، يجيب لنا شي فورميلا، شي حاجه زوينه كتعيش بها الانسانيه وكتفتخر بها الاسلام مع الانسانيه، يجيب لنا شي حاجه اللي جات من عند والو قيان ديتو، ما جاب الاسلام حتى شي حاجه. ولكن حنايا الاسلام هو عينينا في المغرب، هو علاش بنينا هذا الوجود. احسن حاجه، احسن ما خلق لنيفاه خلقا وخلقا هو الإسلام. ملي كنسولو اوكي باش زوينة الإسلام، قول لي اعطيني حاجة وحدة، حاجة وحدة زوينة بها الإسلام، حاجة جابها بوزيتيف. نقدر نديك عند الحضارة البابلية ونقول لك شتي شو هادي وهادي 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 جات من عند الحضارة البابلية. شحال عام هادي؟ 3000 على الأقل، 3000 سنة جات من عند الحضارة. نقدر نجيب من عند الحضارة اليونانية، شحال هذه؟ 2000 سنة. ولكن كنجي الإسلام تنقول أش جاب الإسلام؟ ما جاب حتى والو، زب، نضى، ما عطى والو. المندبة كبيرة والميت فار، هذا هو الإسلام. وأنا أريه وهذا كتقول لي أوكي أعطيني شي حاجة بوزيتيف جاب الإسلام، شي حاجة، شي جملة نميمة، شي حكمة، شي بروفير. تو لو تيقول لك جاب لينا النظافة، تقول لي فك مصرفك ديالك، النظافة، النظافة خصو النظافة، تما كتعرفش بأنك راك بشر، راك بشر. يعني النظافة غريزة فيك، إلا شميتي ريحة الخرا كتبغي تقيا، يا يعني إما غتبقى ديال مك تقيا النهار كامل، ولا غادي تبدا تدوش، غادي تغسل راسك. اوكي، يعني الغريزه ديالك كتقول لك اوكي خصك
تفريحت بطانك خان زين. هذه شي حاجة كتعلم مالك الطبيعة، ماشي كتعلم مالك، كتفرضها عليك، حيت إلا ما درتيهاش غادي تبقى مريض وغادي تبقى تفل، وربما غادي تقيا، وربما غادي تجيك البكتيريا، وربما فهمتيني. تيجي تيقول لك الإسلام جاب النظافة، كتقول لي قد فاك علي انت جاي وكتقتل وجايب 60 حزب، وشحال من واحد قتلتيه، وشحال من قرية مسختيها، وشحال من قرية حرقتيها نسفتيها، والروينة النايضة والأنبياء كيموتوا وجبريل والقلاوي، باش تجي تقول لينا انت يا كيفاش نغسله؟ اش جاب الإسلام؟ اش جاب؟ جاب النظافة وكي سميتو كانوا كيخراو في الخلاء. لا وانت كيقول لك حب الوالدين كيجيبوا لك شيء اللي 88 دابا في الروم، حتى واحد ما غادي يجي يقول لنا عندي واحد تيك تشانس ان هادي والو، ما كاين والو خاوي. الاسلام شي حاجه كبيره، فاش كتقول لهم اشنو فيه اللي مزيان؟ عطوني شي حاجه زوينه، عطوني شي حاجه او والو. قلت كيجي بنادم كيعيش معاك على 30 عام، كاين اللي كيعيش معاك على 7 سنين، كيجي لهاد الوجود كيعيش معاك على 7 سنين كيعطيك شي حاجه وكيمشي بحالك، كيعطيك شي حاجه كتبقى معاك حياتك كلها، وحياتك دا جينيراسيون، ربما مئات ربما الاف السنين. كيجي كيعيش في هاد الوجود 7 سنين 8 سنين معاك، يكون عنده 22 23 عام، شي حاجه اللي كتبقى في هذا الوجود فور ايفر، شي فورميلا، شي حكمه، شي حاجه. كيجي خالق هذا الوجود كيهضر مع الانسانيه، قال لك ما قال لهم حتى شي قلوه. اذا هذا الشيء بدائي، هذا الشيء ابسل اوبسولي، هذا الشيء هذاك الشيء علاش يعني ان الحل ديالنا هو نتخلصوا من هذا الخرا هذا. ميمكنش تبني به ثقافة، ميمكنش تبني به شخصية، ميمكنش تبني به عائلة سليمة. هذه باغ ديفينيسيون. إلا قلت لك لوريجين ديالو غتقول لي بلا ما نمشي نبني به عائلة حتى نشوف واش غادي تخدم. كيبان بأن داك الشيء عيان، كيبان داك الشيء ماشي هو هذاك. يلا هو هذا هو الدين ديالنا الحنيف. وداك الشيء اذا شنو هو خصنا نديرو؟ خصنا نوعيو الناس، نقول لهم اودي الدين راه مقود، الدين راه مصيبه. راه كنقول لكم راه ماشي المغرب في الوقت الراهن، الى حيد لوكو ديال الدين في المغرب غيدير لاباس، غيدير بخير، غيدير لاباس عليه. علاش؟ حيت الدين كنستهلكوا فيه طاقات كبيرة، طاقات كبيرة، الزبابل ديال الفلوس كتضيع، الزبابل ديال الفلوس كتضيع في الحج، الزبابل ديال الفلوس كتضيع في رمضان، الزبابل ديال الفلوس كتضيع في الجوامع، الزبابل ديال الفلوس كتضيع في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الزبابل ديال الطاقات كيمشيو يقراو الخرا. بنادم ما بين لاج ديال 3 و لاج ديال 15 كيقرا فيه شي اكسترا اوردينير. ولادك دابا كتهضر معاهم الا ما كاينش في الدين كتلقى راسه معامر بزاف ديال الحوايج. كتجي كتهضر مع الطفل المغربي مصدعينه هما باش يمشي، خصو يمشي يقرا الخرا ديال قريش، خصو ياخذوا ليه على الاقل واحد ساعتين ولا 3 السوايع في السيمانه ديال الخرا ديال قريش، وخصها تبقى تابعه واحد 5 سنين. دابا كتقريه شي خرا اللي ما عنده ما يدير به، ما كينفعو حتى شي حاجه، وتا واحد ما كيعترف بالقيمه ديالو في هذا الوجود غير انت بوحدك. هذا الشيء راه كله طاقات. اذا الا حنا شدينا غير لوكو ديال الدين ماشي نحيدوه. وديما كنقولها الجوامع ربي فيهم الدجاج، ربي فيهم بيبي، ديروا شي حاجه في هذوك الجوامع. الناس راه عندهم الكنائس، الكنيسه كتلقاها خدامه 7 ايام في السيمانه، كتلقى منها 2 يا اما كيعطيو الحوايج، يا اما كيوكلوا عباد الله، يا اما كيقريو في المدرسه اللغه ويقريو الدين ويقريو داك الشيء، يا اما كيديروا فيها الانتخابات. ديما عندهم الكنيسه خدامه،
ديما كيدير فيها شي اكتيفيتي اللي كتعاون لمجتمعك الكوميونيتي كتعاونو كدي كتقوم بشي حاجه كتمشي عندهم مثلا عندهم كتمشي كاين شي بلايص اللي عندهم الفطور عندهم في هاد الكنيسه الغداء في هاد الكنيسه العشاء في هاد الكنيسه كيبنيو في نباتو عباد الله اللي ما عندهم في نباتو كيبنيو الخيريات هذا دين حنا عند الجوامع ما كداش دير مو حتى شي قلوه والو حتى شي حاجه البنايه ديال الجامع والانفيستيسمون اللي كيدار في الجامع ما كينفع الكوميونيتي حتى شي خريه والو سوى تا يجي رمضان عادي بداو الناس يعطفوا على إذا عندنا واحد دين لكله ديفيسيت الناس كيشدوا الدين ديالهم وكيخلقوا منه واحد الاكتيفيتي اللي كتنفعهم تمشي مثلا عندهم هنايا كيمشيو يلعبوا في الكنيسة البينغو الناس كبار في العمر الناس الشراف وداك الشيء كيتلاقاو مع بعضياتهم كيدوزوا واحد النهار ديال الحد البينغو كيقمروا داك القمر ديال باش نضحكوا ونلعبوا كيدورسيو وهذا وكيتجمعوا وهذا كتشوف بان كاين واحد الحياة كاين واحد المجتمع كاين واحد القيمة ديال الانسان وسط بيت الله حنا داك الجوامع عندنا شي حاجة ديال ما مقدسة عندنا 50,000 طفل كيباتوا في الشوارع وعندنا 50,000 مسجد كيباتوا خاويين يو ما عم تهضر خويا بين دير وفعلا يكون استغلوا المساجد في مسائل إنسانية وعمل الخير وداك شيء من غير ما يضيعوا داك اللوجيستيك كامل وداك البنايات كامل هذاك الشيء علاش عرفتي علاش ما كنلقاو فيه حتى شي حاجه حيت ما فيه حتى شي حاجه حيت البيئه اللي جا منها بيئه تافهه هاتي ما كنقول راه ما يمكنش تعيش الاخوان راه داروا لنا واحد داروا لنا ديك الرودو جابوا لنا شي ناس كيعيشوا في الخيام لدرجة أن فاش كتموت كتمشي كتعيش في الخيمة ماشي كتعيش في سكوب فولونت ولا شي كتعيش في خيمة بلوتات ديالها حيت هذا كيعبر على هاد الناس ما عندنا الإنسانية ما عندها ما عندهم ما يعطيو الإنسانية حيت هذاك الشيء اللي عطاو الإنسانية جابوا الناس حسن منه شحال هادي قبل ما يجيوهم بألاف السنين جابوا شي ناس شي حوايج أحسن من هاد الشيء اللي جاب داك الشيء علاش فاش كتقلب فيه ما كتلقى ما تنقي هاداك الشيء اللي جاب الإسلام ما كتجيبوش لواحد المجتمع ما كتقولش لي كيفاش غتزوج حيت المجتمع كيعرف العيالات والرجال في واحد القبيلة ولا في واحد القرية ولا في واحد المدينة ولا في واحد هما اللي كيديسيدي شي حاجه اللي اكسيسيبل الانسان كيجي مسؤوليته ابني الثقافه ديالو كيعيش في الثلج كيبني دار من الثلج كيعيش في الغابه كيبني دار من الخشب كيعيش في التراب كيبني دار من التراب ماشي غتجي ايه من السماء انت كتعيش في التراب بني بالتراب نو اتس اوبفيوس كيعيش في التراب غادي يبني دار بالتراب كيعيش حدا الحجر غادي يبني دار بالحجر فاش كتجيب لواحد الانسان كيفاش غادي يتزوج اولا كيفاش غادي يفرق نفس الشيء بحال الا كتفرض عليه شي حاجه اوبفيوس كيفاش غادي نفرق الوالد على ولادي انا غادي نفرق الوالد على ولادي حيت ولادي انا ماشي انا اللي اختاريت شكون غيكون بنت ولا شكون غيكون ولد وهما ماشي هما اللي اختاروا شكون غادي يكون بنت وشكون اش غادي ندير غادي نخسر الفلوس على ولادي سؤال تري تري سامبل دخلنا دابا المحاكم ديال المغرب عامرين دخلنا العائلات عامرين بالحقد وبالكراهية وبالقوالب والمؤامرات علاش الفكرة تري تري سامبل عندك الفلوس شغلك هذاك فرقهم على ولادك حرق دين أمهم قبل ما تموت شغلك هذاك تري تري سامبل ما غتعمر لا محاكم ما غتكون لا عداوة ما غيكون حتى شي حاجة
علاش؟ حيت انت ما غديرها حتى غادي يكون المجتمع ديالك هو اللي قبلها، ماشي خالق هذا الوجود هو اللي قبلها. داكشي علاش ديال امك انت ما تقدرش تغيرها. كتشوف في العادة، كتشوف في العائلات كتفرق، كتشوف في الحقد، كتشوف بأن الخوت الدم مشاركينه ولو داخلين في واحد الصراع، كتشوف صراع ما بين الأطفال والأباء، كين واحد الحقد وواحد العداوة وواحد الصراع وواحد المنافسة وواحد شخرة للسبب الرئيسي دياله هو الإسلام. هادشي اللي كنهضروا غير على مثلا واحد شي حاجة في واحد الكونسبت في الإسلام. بحال جيتي مثلا للإرث، كتجي غير للإرث كتلقى الروينة نايضة، المحاكم عامرين، المخاسمات، العداوة، البغضاء، كاع داك الخرا اللي خايب كيجي. كتجي تاني تدخل منظومة الزواج، كتلقى واحد العائلة الأب كيصحاب راسه عنده ثلاثة القلوات، المرأة تاهي ولات كتصحاب راسها ما كتسوى والو وما صالحة والو، الولاد كيكبروا في هذا الواقع بحال هكا كيكبروا الولاد خاسرين، وخا كنكبروا في واحد لا ناتور وتنقولوا باننا حنا زوينين وداكشي، خصنا نعيشوا جوج ديال الحياه، وحده بالاسلام ووالديك بالاسلام ووحده بلا اسلام، باش الله تقدر تعرف الحياه والكاليتي ديال الحياه اللي عشتي انت يا كي دايره. ما يمكنش تحكم عليها وانت عندك اكسبيريونس غير مع حاجه وحده. بحال شي واحد تيجي تيقول لك وانت كتعيش في العذاب، كتقول لي انت ديما كتامن بالاسلام ومحمد 100%، كيفاش غادي تعيش تعرفني انا كنعيش في العذاب اللي ما بقيتش كنامن؟ باش تعرف انت هي خصك دير رجليك في صباطي وتعيش ليكسبيريونس ديالي، وديك الساعه تقدر فاش تكمل بجوج لي بروسيسوس غادي تقول لي هذا احسن من هذا. ولكن طالما كتعيش وحده ما يمكنش تحكم. داكشي علاش باش كنجيو كنعيشوا هذه الحياه وكنعيشوا بحال العبيد، اولا كنعيشوا عبيد بالفعل وبال قوة، وكنمشيو كنقولوا حنا كنعيشوا عشنا الحرية المطلقة، وهذا هو الواقع ديالنا، حنا عبيد. ولكن ترقبنا مزيان في العبودية حتى ولات كتبان لنا العبودية هي الحرية، ولات كتبان لنا الشقاء هو السعادة، ولا كيبان لنا الجوع والعطش ولينا كنلقاو فيه طمأنينة. علاش؟ حيت جايب شي الخرا من عند الخرا ديال الثقافات. عرفت شنو هو الاسلام؟ عرفت شنو هو قريش والرسول والصحابه والاوس والخزرج وداك القلاوي؟ هذاك الشيء كله، هذاك الشيء كله كيعبر على شي حاجه اللي في الماجن، اللي في لامارش ديال الانسانيه. عرفتي داك الدفتر ديال 24 في داك الخط الاحمر في كيكتب الاستاذ وداك الشيء؟ حنا ما كنعيشوش الوسط، حنا كنعيشو في لامارش. علاش؟ حيت هذاك الشيء اللي جاب الاسلام لا يمت للانسان بصله. باش كتقول لي غادي ندخل على شي ناس ما داروا لي والو وغادي اشنو خصني ندخل عندهم ولا خصهم يعطوني الجزيه، خصهم ندخل عندهم البلاد ديالهم وخصهم يخليوني ندخل؟ ما عندهمش الحق ما يمنعوني ندخل، ماشي من طبيعه الانسان هذه. دخل عندي وخصك نو، ماشي من داكشي. علاش انا حي؟ حيت كنت كنستعمل هذا المبدا اللي جبتي لي انت جديد، غادي نكون انا مشيت. اذا هذا الاسلام علاش كيجيب لنا هاد الشي حوايج اللي ضد الغريزه ديالنا، ضد الغريزه ديالك؟ تيقول لك هذا ليس ولدك، خصك تنكر دين امه، امك خصك تنكرها الا ما كانتش مسلمه، باك نكرو الا ما كانش مسلم. ماشي من طبيعة الإنسان. الإنسان كيقلب على المصلحة دياله هي الأولى، ما كاين حتى شي قواد كتجي وتقلب ليه على المصلحة دياله. إذا كدير شي حاجة ربما كديرها للمجتمع، وكل واحد في المجتمع كيستافد من المصلحة دي، ما كتبقى هي الأولى. كتجي للدين تيقولك فاك المصلحة ديالك والحياة ديالك والوجود ديالك السعادة ديالك الملك ديالك كل شيء، داكشي اللي كتبني عليه الحياة، أحسن حاجة في هذا الوجود هي الدين. باش عرفناها والدينا كلهم اللي وصلوا 80 عام و90 عام وداكشي كلهم باغيني يكونوا قريشيين، كلهم كيصليوا، كلهم خصهم يمشيو الحج، كلهم ولاو كيقلبوا على أوكي. إذن هادشي خصو يتغير، إلا ما تغيرش مهم قرصم الفكرون وما يمشيش فالت. المسألة هي لا، كنظل الإنسانية ديالنا خصها تتغلب على الإيديولوجيا ديالنا.
دابا فاش هاد العبيد ديال الامريكان وصلوا لهاد الشيء اللي وصلوا ليه، ولاو كيقولوا في الخطابات ديالهم، ولاو كيهضروا مع البيضين، تيقولوا للبيضين ما نقدروش نديروا هاد الشيء بوحدنا. تخيلوا هاد الفكره هادي، انه عنده مشكل مع الانسان الابيض، وكيقول الانسان الابيض انا بغيت نتحرر منك ولكن ما نقدرش نديرها بوحدي، خصك انت تعاوني باش انا نتحرر منك. اوكي، لحقاش المساله كتتعلق بالوعي، خص تحط الانسانيه ديالك قبل من الايديولوجيا والموروث الثقافي كله، خصو يتضرب في زيرو، خصها تجي الانسانيه ديالك هي الاولى. داكشي كله كتكون الانسانيه ديالك، انك انسان، يعني كنتشاركوا معاك شي حوايج اللي ما كنتشاركوهمش حتى مع شي كائن اخر في هذا الوجود. اوكي، هاد الفكره هادي انا ما عرفتش كيفاش غادي تجعل واحد الانسان مسلم يعاونك تحرر من الاسلام. ربما يقدروا يعاونونا من الاسلام المتطرف، ولكن حنا المشكل ديالنا راه ماشي هو الاسلام المتطرف. ديما كنسمعوا بان حنا داك التطرف كاين في الاسلام، الاسلام ماشي المشكل ديالو انه التطرف. علاش؟ حيت الاسلام بطبيعته متطرف. راه فاش كتقول لي واحد الايديولوجيه اللي كتقول لك قتل الانسان، راه ما يمكنش بعد القتل يكون تطرف، حيت التطرف هو الإسلام هو التطرف بعينه. علاش؟ حيت كيوصل معاك المستوى أنه غادي يقتلك إلى ما آمنتيش، وهذه شي حاجة انكرويابل. تخيل واحد الإنسان بغيتي العقل ديالو يتكونفينسا، يعني تدوى كونفاكر العقل ديالو، تعطيه الدليل على واحد الحاجة. مثلا في هذه القضية دي، تخيل أنه إلا ما آمنش بيك خصك تقتله، أين هو المنطق؟ إلا قتلتيه إذن أنت فشلتي أنك توصل للرسالة، وهذا هو اللي كيعبر عليه السيف في الإسلام. السيف في الإسلام يعبر على فشل موضوعية وعقلانية الدين، يعني أن هذا الدين هذا ما يمكن تنشره إلا بالسيف، حيث لا بغيتي تنشره بالمنطق أو لا بالعقل أو لا بالحجة أو لا بالبرهان أو لا بالدليل، ما يمكنش. إذن كيفاش دخل هذا العالم ديال العنف دخله في المجتمع الحالي اللي كان عيشه فيه؟ راكم شفتوا مثلا المعاملات مع المرأة؟ شفتوا المعاملات مع المرأة مع سمعت هذا القمني؟ فين نسمعوا هذا القمني اش كيقول؟ فين هذيك العفريتة اللي عزيز عليها القمني؟ ليديا جميل جميل القمني جميل. والله الإخوان ما عمرني سمعت لهذا الشيء، حيت ديما كان بريفيري نكون في الروم على نمشي نشوف شي حاجة أخرى، وما بقينا عرفنا حتى شي حاجة. ولكن داكشي كان وصلوا لي، والله شتي داكشي كاع اللي كيقولوا في هاد الكتوبة ديالهم هاد العرب وداكشي، وحق الرب إلا كان وصلوا ليه في البالتولك وهنايا غير بوحدنا غير من هنا من هنا، والله كاين حتى شي حاجة قالوها في الإسلام اللي باقا ما وصلتناش وباقا ما ياك، ولا لا كاين هاد الشيء ولا؟ هو إسلام التفضح هو تتلقى مع الواحد تيعبر على داكشي اللي اصلا انت وصلت ليه، وتتحس به انه تيهضر بلاصتك او شي حاجه بحال هكا، تيعبر عليك بحال تينوب عليك في الخطاب. وي لا، احنا العقل ديالنا كبر على الاسلام، غير كيف كنفرضوا على ريوسنا، حيت هذاك انك تخرج من واحد لحقاش. فاش كتكون في الاسلام كتكون كتعيش في واحد ديمونسيون، وخصك تخرج وخصك تعيش في واحد ديمونسيون اخرى. هذاك العبور تيكون فيه صداع، كيكون فيه عرفتي، باش تخرج شي حاجه اللي كبرتي بها.
شي حاجه ملي تزتي وانت كتغترف كتشوف المجتمع كيديرها وكتكبر فيك ولات هي الثقافه. المشكل فين دابا فاش كيكون الانسان كيكبر حتى كيوصل للبوبيرتي ديالو حتى كيوصل لسن الرشد كيكون واحد السيستم اللي غادي يستعملو باش ياناليزي لانفورماسيون اللي غادي تجي. هذا هو فاش كيكون الدماغ ديالك كيديفلوبا كيديفلوبا فيزيكمون اي باراليلمون كيديفلوبا او نيفو كولتوريل. حيت لا كولتور هي اللي كتعطيك لا بيرسيبسيون ديال الحوايج. تخيل معايا دابا انت كتكبر وكتجمع واحد دي زوتي اللي غادي تستعملهم باش تاناليزي لانفورماسيون من بعد. وهذوك لي زوتي فاش كتجمعهم كتجمعهم عامرين فيهم الدين. راه فاش كتشوف واحد الانسان كيتوضى وانت في عمرك عامين ولا 3 سنين راه دخلات لك الدماغ ديالك هذيك لانفورماسيون ودخل لك اشنا هو المفهوم ديال هذيك لانفورماسيون. هذيك لانفورماسيون في الفيتور غادي تولي هي واحد الفلتر واحد لوتي داناليز لانفورماسيون اللي غادي تجي في الفيتور. هنايا كتخلق لك واحد انت يا غادي تستعمل بحال هذيك القضيه ديال لا دروك كتستعمل واحد الدماغ مثلا شي واحد كيكمل كارو كتقول ليه انت خصك تقطع الكارو. يعني هذاك الدماغ اللي فيه النيكوتين اللي كيكريفي النيكوتين خصك تستعمله ويقول النيكوتين انا ما بغيتكش. ولكن الهدف ديال الدماغ اللي كيكون فيه النيكوتين هو كيموت على النيكوتين. دابا هذاك الدماغ اللي مبلي بالنيكوتين كتقول ليه خصو هو يحارب النيكوتين. وهنايا كتقول هذه راها امبوسيبل اذا خص يكون شي ثوازيام بارتي اللي ترياجي بينك وبين الدماغ ديالك باش انت تحبس النيكوتين. بحال ديك اللعبه ديال وداويني بالتي كانت هي الدهن فهمتي. بحال شي واحد كيدوز حياته كلها كيشرب و تيجي يقطع الشراب تيقول لي الا قطعتي الشراب غادي تموت. نفس الشيء نفس تقريبا نفس الانالوجي مع الاسلام. شي حاجه راه لا كولتور هي اللي كديفيرونسييتي اللي كتدير لا ديفيرونس ما بين الانسان والحيوان. هي لا كولتور هي كيفاش تهضر كيفاش تنعس كيفاش كلشي داكشي اللي كدير يوميا ملي كتفيق حتى كتمشي تنعس. اوكي هذه هي كتسمى لا كولتور هي الثقافه. فانت هي شي حاجه جيفين بحال اي حاجه النيسيسيتي خصك تقلب على الحل. كل عندك واحد المشكل كتقلب على الحل ديالو هنايا كتبني به كتبني ثقافه. يعني شي حاجه جيفن يعني انت غير خصك تكون بريزون والثقافه غتبنى بوحدها. غتكون بريزون غادي توصل للبيبرتي ديالك غادي تحتاج مراه غتبان لك شي مراه كتعجبك كتمشي تاخذها. علاش؟ حيت كتعجبك ما كتسولش واش دينها ولا نسبها وداك الخرا كامل. هذه سلا ناتور اومان هكا كتبنى الثقافه. يعني شي حاجة اكسيسيبل يعني شي حاجة ما كتكونش مكتوبة بحال مثلا الأخلاق. حنا كانت عندنا واحد المادة في الوقت ديالي سميتها التربية الخلقية. التربية الخلقية كتمشي كتقرأ كتعلم الأخلاق. الأخلاق ما كتقراهمش. أخلاق ماشي شي حاجة كتمشي تقراها. أخلاق شي حاجة كتختارفها شي حاجة اللي كتسيبي لك في الدماغ شي حاجة شي واحد السلوك ما كيقولوش لك ما تكذبش. انت كتعلم ما تكذبش باش كتجي جاتكم بغات ما طيشة ما كتقولش لها الوالدة تقول لها ما بقى
قشعل بن بطيخ بلا ما. اوكي، حيت الاخلاق شي حاجه كدوز عن طريق شفوي، ما كتكونش مكتوبه، شي حاجه اللي كدوز عن طريق التصرف وكتوقع لينا. اشنا هي الاخلاق؟ هي خصك دير كيف ما كيديروا الناس، ثقافه القطيع. ديما الا مشيتي لشي انفيرونمون جديد عليك كتريح وكتشوف كيفاش الناس كيديروا شي حوايج. اش كتدخل؟ كتدخل نول، ما كتعرف حتى شي حاجه. دخل شي مدينه اخرى، شي دوله اخرى، شي انفيرونمون اخر، شي قهوه، شي كتشوف الناس كيفاش كيديروا الحوايج، لو كيفاش كياكلوا، كيفاش كيشربوا، كيفاش كيسلموا، كيفاش كياخذوا. ديما كتشوف كيفاش كيديروا الناس باش كدير بحالهم. ثقافه ما كتقراش. اش دار الاسلام؟ الاسلام جا كيعلمنا الاخلاق، حيت الاسلام جا كيهضر مع شي ناس بدائيين، شي ناس ما كيعرفوش شنو هو المجتمع. حيت الا ما كانش عندك المجتمع، علاش غادي تحتاج الاخلاق؟ كتحتاج الاخلاق، كتحتاج الاخلاق باش تعيش واحد المجتمع. اوكي، اذا il suffit d'être présent وانت غادي تعلم الاخلاق. حنا فاش كانوا كيقريونا، كانوا كيدير لنا التربيه الخلقيه، كندخلوا كيقولنا عن انس بن مالك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال، ولا كنا جلوس عند الرسول صلى الله عليه وسلم فشي لعبه وقعت بحال هكا، ولات عندنا الاخلاق لشي حاجه وليده البيئه وشي حاجه مفروضه عليك في البيئه باش تعيش في واحد المجتمع، ولات عندنا شي حاجه مستورده وشي حاجه خصنا نقراوها في واحد الكتاب. دابا نتحداكم تدخل لونتروبولوجي غتكتب اشنا هما الاخلاق، غادي يقول لك اول حاجه، حيت خديت واحد الدرس ديال لونتروبولوجي في 1993، وكان من الاسئله اشنا هما الاخلاق، اشنا هما لي كاركتيرستيك ديال الاخلاق، ا بي سي، وحده فيهم كانت هي انهم ما كيتكتبوش. علاش كنهضر على هذه القضيه ديال الاخلاق؟ حيت الاخلاق في علم الانثروبولوجي تيقول لك شي حاجه ما كتكتبش، ما كتمشيش تقري طفل وكاع عايشين في اوروبا، جيب لي شي ولدكم جاب شي كتاب شي مره مكتوبه فيه ان الكذوب ما مزيانينش، يقدروا يقولوا للطفل الكذوب ما مزيانينش فاش كيكذب، او الطفل يشوف الاستاذ ولا شي واحد خوت يقول شي واحد خوت كيكذب، ولكن ما عمرهم كيكتبوا الطفل ما تكذبش او لا ما تسرقش. علاش؟ حيت هادو سون دي فالور اللي تيكونوا عند الطفل، اللي كياخذهم من الثقافه ديالهم، اللي كيتربى عليهم. حيت واحد الانسان اللي مربي على واحد الحاجه، فاش كتبغي تخرجوا من هذيك الحاجه خصو ثيرابي، خصو يكون واحد البروسيسوس يكون لون، خصك تاخذ معاه دي زوتي، تستعمل دي زوتي باش تحيد منه شي حاجه حيت ترقد فيها، كبر بيها. هذه كتسمى الريهابيليتيشن، يعني خصك تاخذ معاه الوقت باش تعاود ترجع. بحال كتشد شي باطو كبير وكتبغي تدور الفولون باش يدير الدوره كياخذ. اوكي، اش كتعني ان الاخلاق خصك تمشي تقراهم؟ اش كتعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فمن غشنا فليس منا؟ كتعني بان الرسول كان كيهضر مع شي ناس بدائيين ما كيعرفوش اشنا هو المجتمع؟ راه ما يمكنش تمشي عند واحد المجتمع وكيعيشوا في مجتمع العمام والخوال وقبيله عشيره دوار، ما يمكنش تمشي تقول لهم ليس عليكم حرج ان تاكلوا من بيوتكم او من بيوت ابائكم، ما يمكنش تقولها لهم، او من بيوت امهات، ما يمكنش تقولها لهم. نقول له تفكر يتوكن با سي عند السريانيون نقول لهم ليس عليكم حرج ان تاكلوا من بيوتكم. فاك از ذس. نفس الشيء فاش كنهضروا على الاخلاق،
واحد النبي جاي كيقول لهم ها كيفاش تسلموا على الناس، ها كيفاش تاكلوا، ها كيفاش تشربوا، ها كيفاش تزوجوا، ها كيفاش تطلقوا، ها كيفاش تخراو، ها كيفاش تعاملوا ولادكم، ها كيفاش تعاملوا الزوجات ديالكم، ها كيفاش تنعسوا مع الزوجات ديالكم. هذه مسائل بدائية، هذه مسائل كيعرفها الإنسان. باش عرفنا كيعرفها الإنسان، حيوان محتاج آية من السماء. جميع الكائنات الحية محتاجوش آية من السماء. دابا غادي تكون انت فوليش إلا كتعتبر راسك انت أحسن من اللي غاس الآخرين. فبزاف ديال الحوايج عندكم، بزاف عندنا مع لي غاس الآخرين، بزاف بزاف ديال الحوايج اون كوما. وحدة منهم الخالق ما عمرو تدخل في الحياة ديالو، ما عمرو قال لهم كيفاش يبنيو الثقافة ديالو، ما عمرو قال لهم كيفاش خصكم تفهموا هاد الوجود. وعندنا بزاف نفهمو من الحيوانات. الحيوان ما عمرو كيفرض الثقافة ديالو على ولده، حيوان ما عمرو ما عمرش شي حيوان شاد ولده وكيضرب فيه. كنعرف حيوان واحد، هو واحد النوع ديال النسر، كيطلع الفوق وكيدفع الولد ديالو، تيقول لي خصك تطير، وإلا طرتي يديك ما طرتيش صافي مشيتي. كيف رد عليه خرج من العش ديالو باش يحرك جناحه. باش احنا هما لاغاس الوحيدة اللي خص ولادنا يكونوا بحالنا، حيت الدين قالنا خصكم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فرض علينا أن الثقافة ديالنا خصنا نعطيوها لولادنا، يعني كيقول لنا ما فيها باس إلا الثقافة ديالكم ما تغيراتش وكل شيء اللي كاين في الوجود ديالكم تغير، ولكن الطريقة ديال المعاملات وباش بنيتو المجتمع ما خصوش يتغير. ديما كتبان لي أنا الريد فلاك، كتبان لي داك العلم الأحمر ديال الخطر، أن واحد الثقافة ما كتغيرش. خطيرة هاد المسألة. تخيل أن الطريقة باش عايش والديك ولا خصك تعيش بيها انت، باك تزوج مك في عمرها 13 عام تنتا ولات عندك معيار هو 13 عام ما فيها والو، ثقافتها هي خصها تغير. اوكي، ثقافتها خصها تغير بحال اي حاجه، خصها تغير من ثقافة لثقافة. شي حوايج في هذيك الثقافة تشدو وتلاحو في الزبون. داكشي اللي خديتي من عند والديك كتقول لهم سمحوا لي يا والديا هاد الخرا هذا انا ما بقيتش بغيتو، ما خدامش ليا الطريقه باش تزوجتو والمعاملات ديالك مع الوالده وكيفاش تعاملتو معنا حنا الخوت، وداكشي كنعتقد غادي نغير فيه بزاف، حيت بزاف ديال الحوايج من هذاكشي اللي درتو معنا حنا ما بقاش خدام مع ولادنا. داكشي اللي غادي نديرو مع ولادنا بطبيعه الحال ما خصوش بالضروره وفيه المنفعه انه ولادنا ما يعطوش لولادهم يفرضوا عليهم الحياه ديالهم، خصهم يخليو انت كتعيش في واحد العالم متناهي. اذا لا تلوس، خلي الثقافه تغير، كل شيء يتغير، التحسينه يتغير، الباس يتغير، الزواج يتغير، الطلاق يتغير، الموت يتغير، كل شخص يتغير. احنا 1400 سنه الخرا اللي جابوا قريش خراو 1400 سنه، وكنقولوا وكنعاودوا خراو ماشي فكروا، خراو. اش كتقول لي الراجل اللي عنده الحق ينعس مع المراه ولا ما بغاش تنعس معاه كضربها، كتعني هذا ماشي فكروا، دو ناس جاوا خراو ومشاو. وحنا هذاك الخرا ديالهم ما تغيرش مدة 1000. الثقافة خصها تغير في 100 عام، خصها تغير في 100 عام. إلا داز في 100 عام، إلا واحد جد وصل عنده 100 عام وواحد طفل الله تزاد عايشين بجوج في جينيراسيون وحدة، يعني واحد في عمره 100 عام ومحطوط حداه واحد في عمره نهار واحد، هذيك الثقافة خصها تكون
تقريبا ما بقاش كتشابه الفكر ديال هذاك الانسان اللي في عمره 100 عام ما خصو يكون عنده تقريبا علاقه بالفكر ديال هذاك الطفل اللي الله تزاد نقوله في عمره 15 عام نقصوا الاخر عطيه 85 كل ما هذا اللي سوي احنا عند الاخرى 1400 سنه عرفتي شنو هي 1400 سنه 1400 سنه هي على الاقل واحد 45 جينيراسيون اوكي الى خدنا بعين الاعتبار على ان كل 100 سنه فيها ثلاثه ديال لا جينيراسيون 14 3 56 اذا غادي تعطينا 56 جينيراسيون am i right اوكي حنايا اش درنا جينا عشنا جينيراسيون وحده شفتي حيت دابا الناس كيجيو كيعيشوا في 1400 سنه كيعيشوا فيها نقولوا 40 جينيراسيون حنايا حيت هما كيعيشوا 40 جينيراسيون حيت الجينيراسيون الاولى كتختلف على الثانيه على الثالثه كتختلف على الرابعه كتختلف وغاديه بحال هكا وعندهم واحد الثقافه لينير فهمتي الزبل كيتلاح من اللور كتزيد الثقافه لقدام وداك الشيء اللي زوين كيبقى غادي لقدام وداك الشيء الاخر الوسخ كيبدا يتلاح من اللور الثقافه اللي جات كتحيد بحال حنا دابا جينا كنشدوا داك الشيء اللي جابوه والدينا والد ديالي ما كانش كيعنق امي وما كانش كيكبر بها وما كانش كياخذ الراي ديالها انا داك الشيء غادي نقص منه غادي نعطي لمرتي وكتجي واحد لا جينيراسيون كتمشي في واحد البروسيسوس دو بيرفيكسيونمون هكا كتبنى الثقافه اللي كتكون زوينه علاش حيت الثقافة خصها تكون فلويد خصها تكون سوبل خصها تكون كتغير ايزلي مع الوقت داكشي حنا فاش كنجيو اش كنديرو داكشي اللي جابو جدودنا كناخدو حنا كنعطيه لولادنا وكنوصيهم كنقولهم يا ولاد القحاب الا ما تهلايتوش فهاد الشيء كاع داكشي اللي عطيناكم تقدروا تتخلاو عليه ولكن الاخرى دار قريش عافاكم تهلاو فيه بزاف وكيشدوه هما وكيديوه لولادهم هادشي اللي دارنا عبر قرون كيدو ولادهم تيقول ولادهم نفس الشيء اذا حنا اش درنا كنعيشو جينيراسيون وحده شكون هي الجينيراسيون ديال وحده هي جينيراسيون ديال محمد شكون هي الجينيراسيون ديال محمد اللي هي ديال قريش هي جد جد بدائيه انت دابا كتعيش 1400 سنه هذه وبقى عندك واحد شي حوايج مهم في الثقافه ديالكم في الثقافه ديالك في هذاك الفكر ديالك وليدت واحد الفكر ديال قريش اللي هو جد 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 بدائي فاش كنقولوا فكر بدائي راه كنعنيوها الاخوان راه ما كتبنيش ثقافه بالغزو راه ما كتبنيش ثقافه كتهجم على عباد الله اوكي وهذا الشيء ماشي من عند قريش هذا الشيء من عند خالق هذا الوجود اوكي كيفاش علاش كنقولوا هادشي شتي حتى دوك المجتمعات اللي مبنيين على الغزو عندهم قوانين ديال الامان ديال السلم هادوك القوانين ضروريين باش يبقى عندهم مجتمع واخا كتشوف الرومان ديما خارجين وكتقتلوا في عباد الله النقالزه ديما خاطين ولكن عندهم شي عندهم دي برينسيپ في المجتمع قويين اللي كيضمنوا لهم الامان ديالهم الامان ضروري في حياه الانسان الامان هو نمبر 1 تقدر تدبر على الماكله ديالك بالنهار ولكن بالليل خصك تسد عليك البيبان خصك تحفر شي كهف شي بلاصه اللي تكون فيها امين وكنرجعوا للمساله ديال الخيام باش نبينوا بان هاد الناس باقي ما وفروش لراسهم الامان الوقت اللي الفراعنه حداهم بناو العالم العالم سميت ربو الميتافيزيقي كي انكرويابل انكرويابل ميمكنش تقارن هادشي دازن ميك سنس الطريقة الوحيدة باش هاد الدين يكون عنده واحد لوسونس يكون عنده واحد المنطق يكون عنده واحد يتفهم هو خصك تعرفو فاش يكون عقلك باقي صغيور خصو يدخل لك عن طريق الخرافة
خصو يدخل الدماغ ديالك فيكون الدماغ ديالك صغير ما قادرش ما كتعرفش شنو هي العافيه ما كتعرفش شنو هو التيسينتي ما كتعرفش كيفاش تقطع الشانطي ما كتعرفش منين كيجي الحليب فهمتي هذاك الوقت كيكون عندك عذر انك تقبل الدين بهذه الطريقه هذه ولكن الا كبرتي في هذا اللاج راه ما يمكنش تقبل هذا المنطق ديال الدين اون جينيرال اون جينيرال الا غادي يهضر مع الانسان ولا شي الانسان خصو يقول لك كيفاش نعاس عزيز عليه اللي عبده ولا كيغير كاع هذاك المفهوم ديال الدين ولا الدين العباده وهذاك الشيء اللي بغاو يخلقوا لينا واحد وينغازوا ان هذا الخالق هذه المجرات غادي يجي يهضر معنا هذاك الشيء كله تقدر تضربه ايزلي تضربه في زيرو ولكن خص يكون العقل ديالك شي 6 سنين ولا 7 سنين باش تفهم هاد الخره اللي كيجي خص ما يمكنش واحد الانسان يكبر يوصل لواحد حيت كنشوفوا دابا قريب كاع الناس اللي داخلين الاسلام فهموه هما دراري صغار ولا بنات صغار كلشي في العالم كامل الطريقه الوحيده باش هذاك المنطق باش بحال كتنتهز اش كنقولها كتنتهز الفرصة ياك او لك يقولوا لها بالطريقة العربية اغتنام اغتنم الفرصة لاحظتوا هذه القضية في الدين اغتنم الفرصة وهي الاغتنام جاية من السرقة بحال اغتنم الفرصة ودار لي اياه وفعل لي دابا هاد الناس ديال الدين اغتنموا الفرصة ديال الانسان فاش كيتزاد قالوا لراسهم هاد الانسان هذا الا خليناه حتى كبر وقلنا ليه الدين الدماغ ديالو غادي يعيق بان هادشي كله خرافات doesn't make sense في شي واحد غادي يستفد من هادشي ماشي بالضروره خالق هاد الوجود الا عطيناه الدين فاش كيكون في عمره 18 عام غادي يعيق بينا اش غادي نديرو خصنا نديروه ندخلوه الاطفال في الدماغ ديالهم حيت ما يمكنش غادي يامنوا به الا جبنا لهم وفعلا هادشي ديال الدين ما يدخلش للدماغ ديال الانسان الا الا كان الانسان ديالو الا كان الدماغ ديالو قاصر هو فاش كيبدا يبان ليه النمله كتهضر وخالق المجرات كيهضر مع الهدهد تيقول ليه غادي تجيب لي الخبار ولا غادي نعذب دينه خالق المجرات كان المشكل عندنا فاش كان عندنا غير الشمس والقمر والارض دابا ولا خالق 200 مليار مجره كيهضر مع بالهدهود ياك كنسميوه الهدهود بالهدهود ابن الهدهود الهدهود هادشي ما يمكنش تقولوا لشي واحد فعمره 18 خصك تقولوا ليه هو فعمره 5 سنين ولا 6 سنين ولا خص يكون واقل الخرا ولا شي حاجه باش المشكل ماشي هو الدين جوج ديال المشاكل المشكل ديال طبيعه الدين كي داير هاد الدين هذا anyway خذوا المايك الاخوان شكرا اضافه اخيره وانا عارف ان انا شويه مطيل في الكلام حقكم عليا دلوقتي كل اللي بيعملوا تصوراتهم عن المعركة مع الأيديولوجيا الإسلامية ولا مع الإرهاب نفسه أنا أرى أن محاربة الفكرة أقل تكلفة بكثير وأسرع في التأثير وأخضر على الفعل إزاي ده يتم أنا ما أعرفش أنا لست صاحب سلطان ولست رجلا سياسيا وما هذه الدول ماذا يمكن أن تقدم في حرب ثقافية في هذه المنطقة يعملوا إيه أنا ما أعرفش يعملوا قنوات فضائية يعملوا مدارس في بلادنا فضلوا تعالوا بلادنا هاتوا اعملوا مدارس عندنا بس تيجوا أنتوا بمناهجكم بطرائقكم في الحياة زي الإرساليات اللي كانت بتيجي بلادنا زمان فخرجت لدينا
كبار مثقفي الأمة العربية أن تعود الحضارة للتواجد في وسط بلادنا. بلادنا ما عرفتش الحداثة ودخلتها وبنت دولة حديثة، ومحمد علي ما عملش ده إلا بعد ما فرنسا دخلت مصر. ما عرفناش يعني إيه سياسة وقانون ووطن ومسؤولية إلا بتواجد الاستعمار الأوروبي الإنجليزي في بلادنا 73 سنة، فكان يعاشرنا ونعاشره فنتعلم منه. ياريت حد يجي استعمارنا، مصيبة لو عملنا إعلان يا حد يجي استعمارنا يا أخوانا منكم، أقول لك روح بعيد عني بلا نيل أعمل بك إيه. بالتالي أنا ما عنديش حل، أنا نفسي في استعمار الحقيقة يجي، ما فيش. طيب يا استعمار ابعد بقى، يعني كلف أنت المرة دي، يعني كلف أنت المرة دي، اعمل مدارس، خد المتفوقين في تعليمنا المتعسر والمتخلف واعمل له مدرسة، تعال اعمل له مدرسة وعلمه على حسابك وعلى حساب الأمم المتحدة، ده متفوق وهينجز ليك والوطن وللإنسانية وللحضارة. أنا ما عنديش حلول، أنا زي بس زيكم قاعد بحاول أجد فكرة للحل. ملهاش حل غير انغراس الحضارة في المنطقة، أو خلاص تعملوا بقى بتاع كده جدار عازل زي جوراسيك بارك علينا كده أول بالكهرباء وبتاع، وتيجوا تعملوا عندنا سفاري وبرضو تدونا أكل وشرب وترمونا كلاشنكوف وبدافع هاول عشان برضو نصفي بعض، يعني مش متحرموناش من حاجة، تتسألوا ترمونا فستق ولوز. ما هو ما فيش حل تاني، إما أن أن العالم المتحضر يقف إزاء هذا الوحش لتحجيمه وفرض العلمانية العلمانية فرضا أمميا على هذه البلاد مع مراقبين دوليين مع حقوقيين عالميين مع أساتذة علم وحقوق وقانون في هذه البلاد، وإلا ستخرج عليكم منها شرور ستقضي على الإنسانية. فإذا كنتم خايفين من أليانز فنحن أشر أنواع الأليانز.